شوف شوف هذه هذا الشخص هذا الكوريكي استعرض لنا واحد البرودوي اللي هو برودوي شبابي وزوين بزاف، وهو عبارة عن واحد البرودوي اللي هو صباغة مؤقتة للشعر، يعني انك تصبغ بها الشعر ديالك باي لون بغيتي، ولكن في واحد الفترة اللي هي محددة، مجرد ما كتغسل الشعر ديالك كتحيد ديك الصباغة. واللي زوين في هاد الصباغة هادي هي انه واخا كتكون مثلا داير شي شوال لشعرك، يعني داير بروشينغ، ما كتخسرولك حتى شي حاجة. وايلي ما تصدق نجربوها. وانا غادي نجرب واحد المجموعة ديال الالوان. عندي هنا الاخضر، كاين السيلفر، الزرق، الموف والغوزي، يعني كاين مجموعة ديال الالوان هنايا. بالنسبة للثمن ديالهم انا ان شاء الله غادي نقول لكم اثناء التجربة ديالهم. غادي نجربو ان شاء الله على الشعر ديالنا ونشوفو كيفاش غادي يجي، واش فعلا كيعطي داك النتيجة بداك الشكل اللي هو مزيان. شمن اللون غادي نجربو دابا؟ غادي نجربو تقريبا نفس اللون اللي جربته هو. غنحاول نجرب كل بلاصة نجرب عليها واحد اللون. على بركة الله من بعد ما جبت المشاطي ما لقيتش صراحة شي مراية غادي نستعمل هاد النظارة هادو هما اللي غنديرو مراية، وغنبداو بأول لون اللي هو هاد اللون هذا الزرق. غناخذ منه واحد الكمية. شوف الشكل ديالو كيفاش داير، داير بحال شي عجينة ولا شي حاجة. كيخصك ديرو في يدك بحال هكا، هذا هو الشكل ديالو في يديا. غنحاول ناخذ واحد شوية. دابا راه كنشوف في التليفون قدامي، حتى ما عنديش وقت لك باش ندير الشده هذه. فوالا هو عطى في هذه الجهه هذه، باين صراحه زويون، تيبان يعني تيبان مزيان واخا كثرت منه. لاحظت الكميه درت انا في جوج يدين، ممكن ديرها في الشعر كامل. ها هو راه مشكله باش تحيد من اليدين. شوف باش غادي تحيد ليا من يديه، يعني ديرو خاصك تمشي تغسل يدك بالصابون والماء تحكم مزيان يلاه يتحيد. فوالا نشوفوا هذا العجب هذا، بسم الله عطي قصح الشعر، عطي شعري ولا قاصح اصلا انا شعري قاصح وعاد زاد قصحو حتى هو، وتولي بحال الشكل ديال الدهنه. داك صراحه داك الشخص اللي دارو شعره هو رطب بزاف، راك عارف الكوريين تيكون شعرهم رطب. انا راه معدي على هادشي هذا، بغيت نجربو صافي. فوالا هذا هو اللون الزرق. دابا غنجربو شي لون واحد اخر، نمسحو هادشي هذا اللي زايد، حتى هاد النظاره هذا معذبيني. فوالا ندوز دابا نجرب شي لون واحد اخر. غادي نجرب الكري دابا، هذا هو الشكل ديال الكري. الكري صراحه رطب 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 بزاف على هذا، يعني غيتحيد ما كثرش هاد المره هادي. غنحاول نديرها في يد وحده، لا صافي ضروري تقدر بجيدين. غنحاول ندير هنا الوسط، درت الكري هنا الوسط، ما عرفتش كيف غتجي هاد الشلاله هادي. هو الكري صراحه هو تيبان مزيان، تيبان ترى هو صراحه الكري مزيان، غير هو الزرق بحال غالق عليه المرايه انا ما معاونانيش. غادي نجرب دابا شي لون واحد اخر، غادي نجرب هذا اللون هذا اللي هو موف. الشكل ديالو كيفاش جا في اليدين صراحه دابا النظر كيبينوا لي هكا احسن ملي كنهزهم. فوالا والله الا كنت تبان احسن كاع. هذا هو الشكل ديالها ديال الموف. غادي نجرب مثلا غير لون واحد اخر، غنجرب هذا الخضر هذا. اصلا واقيلا على ما كنظن هذا الموف هذا بحال الوردي، هذا هو الموف. دونك غادي نجرب مثلا غير واحد حيت مابقاش ليا المساحه بزاف، بقى ليا واحد شويه. غادي نجرب غير هذا الخضر هذا. هاد الالوان فيهم حتى الاحمر وفيهم بزاف ديال الالوان، يصلحوا الدراري اللي كيكونوا غادي للتيران. غادي تشجع الرجاء دير مثلا هذا، غادي تشجع الوداد دير هذا، اولا دير الاحمر، راه يكون حتى الاحمر اللي هو احمر 100%. هذا راه قرب شويه الاحمر ولكن ماشي احمر، باش تمشي مزيان باش تشجع الفرقه ديالك على خاطرك. وهذا هو الخضر. نجربوا على هاد الجهه اللي بقات، درت شويه من هاد الجهه هادي. نحاول دابا نمسطو باش نقادو شي شويه، واخا ما فيه ما يتقاد. وفي اخر المطاف هذا هما الالوان اللي حصلت عليهم، وهذا هو الشكل اللي حصلت عليه. صراحه شوف هو برودوي شبابي، كاين طبيعه الحال بعض الاصدقاء اللي ما غاديش يوافقوا على هذا النوع ديال المنتجات، يقول لك لا حقه ما حقه ما برهاش، او لا مثلا ما كتبانش بعقلك. هو شوف مادام انها غير مؤقته غير كتحيد صراحه ما فيها باس. انسان الا بغى مثلا عنده شي حفله، عنده شي ماتش بغى يحضر ليه شي حاجه، غير الانسان اللي كيحكم عليه هو السلوك ديالو، ماشي داكشي اللي داير مثلا فوق راسو او لا شي حاجه. انا كما قلت عجبوني هاد البرودويات هادو، مسليين، وغادي نعطيهم لايك. وانتم شنو بان لكم فيهم؟ تلقى انا التجربه اللي جربتهم او لا كذلك، يعني كان الانسان يديرهم مثلا يمشي بهم شي حفله او يمشي ماتش او شي حاجه، شنو بان لكم فيهم؟ طبيعه الحال جميع الاراء تناقش وتحترم، انا غادي نعطيهم لايك.